يا مساء الفل، واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم 3 في 1. النهارده طبعا حلقه مختلفه، حلقه سبيشال اوردر علشان خاطر اللي معايا النهارده اصحابي اللي بحبهم جدا، فما كانش ينفع بقى اقعد واعمل تقدمه المذيعات واعمل الجو بتاع واهلا بيكم ورحنا وجينا واتغدينا، قلت ادخل بيهم كده ايه وبالصلاه على النبي 3 شباب زي الورد منورنا النهارده ومشرفينا النجوم الجامدين جدا، نجوم بوي باند. كلام كبير. ايه شوشو الكلام ده يا شوشو؟ ده كلام كبير يا شوشو. ده اقل يعني ما يتقال فيكم، ولا اي كلام يوفيكم. والله انا ممكن اكمل كده على الوزن والقافيه، مش ما تقلقوش. ميرسي يا شوشو والله. ميرسي ليكم ان انتوا شرفتونا. احنا معاكي والله. انا اكتر. جدا. والبرنامج جميل والديكور جميل قوي ما شاء الله. شفت ايه رايك؟ وجديد. اصل انا عندي منتج مش قد ما شاء الله. إيه؟ والله ما بيبخل عليا. لا ده بيجيب لي كل يوم طبق فستق ولزق. لا ما تهزريش. وحياه ربنا وشوكولاته. ده صرف. ده صرف مش قادر اقول لك. سلعة. البريك سوشي. الله اكبر. اللي نتحس الاقيه داخل عليا بكشري بعدين. لا لا ان شاء الله. لا ان شاء الله. ان شاء الله تفضل مظبطه. مبروك يا شوشو على البرنامج. الله يبارك فيكم ومنورنا. مبروك. عايزه ارجع معاكم للطفوله. أوكي. علشان طبعا انتوا الفانز بتاعكم الجامدين جدا، اكيد في المرحله دي عايزين يكتشفوا، عايزين يعرفوا انتوا كنتوا بتعملوا ايه وانتوا صغنطتين. فنبتدي باتش. ايه في الطفوله بقى بالظبط؟ كنت طفل هادي ولا مشاغب ولا عصبي ولا نرفوز؟ لا كنت طفل شقي. شقي جدا. شقي بس يعني كنت محبوب في الدراسه، شاطر جدا وكده، وشقي. او الطبيعي اللي هو اللي بيتقال اللي هو شاطر قوي بس شقي، اللي هو العادي اللي بيتقال. انا اكتشفت انه ده بيتقال لكل الناس تقريبا، لكل الاهالي. فاللي كان بيتقال لي انه شقي بس شاطر، بس كنت منتشر فنيا وبعمل الحفله وبقدمها وكل الحاجات اللي في الحاجات الفنيه في الانشطه الفنيه على مدار الحياه كنت بدوس في المدرسه، وكنت ليدر كده زي ما انت دلوقتي. كنت متهيألي. وكنت بتقول النشيد الوطني زينا؟ تعزف اكسليفون ولا اكورديون؟ لو في لا فرقه المزيكا. كنت بصي بقى فرقه المزيكا، والله ده بجد فرقه المزيكا كنت ببقى انا برضه مسيطر. ف مثلا مدرسه المزيكا او مدرس المزيكا مش هو اللي بيختار الفرقه، انت. انا على الدرمز. والله ما بهرج. انا على الدرمز، وبعدين مثلا حد جه النهارده متاخر مثلا. فانا ببصص له كده ده يمشي. اقسم بالله ده طفل والمدرس واقف، فاهمه يعني واقف، وانا المتحكم الرئيسي في الفرقه. من يومك منتج صغير. ده حقيقي في بوادر طب وانت يا فقش؟ انا هادي وعصبي وكل حاجه. انا حاسه ان عندك قصه. قصه؟ كان في قصه في ابتدائي. كان حبيب. حبيب. قصه حب في اولى ابتدائي. والله بجد اولى ابتدائي؟ ده انت بدات بدري قوي. واتفصلت واستدعوا لي امر. يا عيني. ليه؟ ايه اللي حصل؟ كنت لسه بتعلمين كتابه. فبالقلم الرصاص وكده، فانا قلت ابقى صايع يعني عشان ابين لها ان انا يعني مخلص. وانت جايب قلم احمر بقى. كتبت لها بقلم احمر؟ ده القلم الاحمر ده بيبقى خطر. ده بتاع المدرسه. بتاع المدرسه. ما اصل الرصاص بيتمسح. هو قال خليني في الحاجه دي. اللي بيتعلم بيه بس ده. ايوه. قلت لها انا احبك احبكي احبكي. انت بتشكل وانت في الحب. وخدتها قطعتها. قالت لي ممكن تكتب لي كمان واحده. اكيد كانت مصاحبه. طيب قطعتها. اقول لك اولى ابتدائي. ما انت يعني كنت عايز تصاحبها في اولى ابتدائي. انت كنت عايز تاخدها في روح الجنينه. ما هي ايه؟ ذاكر يعني. وبعدين عملت ايه بعد كده؟ عملت. قالت لي ايه بقى؟ ممكن كمان واحده؟ قلت لها يا سلام. قلت خطي عجبها بقى. كنت بعت لها كمان واحده. قامت مديها بقى لمين؟ في مدرسه. في المدرسه. اديتها للمدرسه. وعملوا لك استدعاء ولي امر؟ استدعاء ولي امر. والمدرسه قالت لي باباك شغال ايه؟ قلت لها مش فاكر بس هو بيصرف علينا. مش فاكر. بس هو بيصرف علينا. بس اهلك عملوا لك حاجه ولا عادي؟ اصل انا اهلي كانوا قافشين في الحاجات دي واحنا صغيرين. ليه بقى؟ مش عارف. بس انا يعني اصل انا برضو كان الليفل كان عندي برضو كان رايح غلط قوي من وانا صغير. يعني وكانت افكاري يعني غريبه وبفكر وبعمل بلف وادور يعني بمناسبه اصغر من اولى ابتدائي شويه. وكان معايا واحده انا في الفصل
وحشه قوي بس اختها اصغر منها بسنه قمر قمر فالبنت بتطاردني مش عارف اعمل فيها ايه وانا معجب بالصغيره مش قادر مش قادر يعني بحبها وكده ايوه ايوه المهم فقمت ايه بقيت بجيبهم مثلا كنا احنا متاخر والعربيات اللي بتاخدنا احنا بتيجي متاخر فكنت بقوم جاي للبنت اللي هي اللي قدي الكبيره الوحش هنعمل ان انا وانتي متجوزين وان دي بنتنا الله بلطافه بس استني يا حبيبتي يا بنتي بقول لها ايه انزلي بقى هات لنا اكل عشان احنا عايزين ناكل وجعانين ومسربها واخد انا البنت الصغيره دي في كوخ صغير كده في الجنينه بتاعتي هتحميها بقى بنتك بقى عادي بقى ما حدش فكان يعني الموضوع كان غلط شويه فتقريبا يعني كانوا ليهم حق بصراحه اهلك كانوا مركزين معايا شويه عشان الغلطه انت بدات بدري قوي قوي انا كنت بحاول انت خلصت طب وانت يا جيمي ايه ايه يا ابو عيون دبال انت لا ده انا كنت جميل تجاهلك مش عارف اعمل ايه معاكس لا بس كنت شقي جدا بس انا ما كنتش شقي وفاشل لا مش بسال على الشقاوه والحب لا انا كنت يعني كنت برضه ببعت جوابات بس ما كنتش برضو؟ بس بالاحمر لا باللزق على ليفل تاني ده انت جاي انت جبت لا بس ما كنتش انا بكتبها عشان كان خط وحش كنت بتستلف حد يكتبها لك والله بجد كان صاحبي وبتحكي له عن كل مشاعرك عادي لا ما احنا اصحاب بقى ايش عادي في ضرب في مدارسكم انتوا احنا يوه بجد يوه بص يا حبيبي هقول لك على حاجه احنا كانت البنات لازم تروح لابسه بنطلون ليه بقى ليه؟ عشان كان في ماده على الرجلين فلو راحت بالجيبه فكانت شياكتنا ضايعه او البنت تبقى حابه تبقى شيك فتروح عادي بالجيبه القصيره وتتمد وتروح سالته البنطلون كده لابساه عشان ايه دي فكره بس المد بس مد بيمدوا البنات مد على الرجلين وكنا بنروح رجلين فقد كده بس الحمد لله ما كنتش بتمد ما تمدتيش ابدا لا ولا مره لا انا كنت بتضرب على حاجه على ظهرها يعني على ظهرها على ظهري او على ايديك على ايديك على طب احكوا لنا بقى عن سندوتشات المدرسه كنت تاخد ايه يا شيخ انا عامه بحب الاكل والشوكليتس والحلويات والحاجات فكان دايما الديسك بتاعي على مدار حياتي ده مكان يعني ممكن تشتري منه من كتر ما انا عندي كميه حاجات وتاجر صغير فالناس بتجيلي اقسم بالله انت بتاكل سندوتشات ديناميت ايه الديناميت ده لا بجد مش عارف الديناميت لا والله هو عباره عن سندوتش وتروح عند عمه بتاع الفول يبتدي يرزع فيه كل حاجه عنده فول على طعميه على هو ده بياكل ديناميت بيكمل معاك وانت يا فوقش كنت باكل لانشون وجبنه كنت ببدله مع واحد يعني هو فايق بيصحى الصبح يعمل فراخ بانيه وبتاع فانا كنت بقنعه بس ده الليفل ده انا كنت بقنعه ان الجبنه واللانشون اللي معايا احسن من حاجته اللي هو واخد مع الدلعين اوفر دول او انا يعني في ايام اذكرها السوسيس بقى والحاجات دي والسجق العيال اللي كانت بتجيب سجق دي سجق كانت بتزعل وتجيب ناس تزعل اسمع مني لا السجق ده يعني خلاص هو كده علم على نفسه احنا عندنا اللي متدلعين بيبقى فراخ بانيه وسجق لا اصل يعني ايه اصلا مامته تصحى الصبح تعمل له سجق يعني ده معناه ان في دلع احنا على ايامنا اصلا ما كانش فيه فراخ بانيه عموما هو كان يا ورك يا سيدي خلصان هنقعد بقى مبطل ده ايوه بس فلا الموضوع صعب طب انت كنت بتهرب من المدرسه؟ لا خالص بجد؟ والله العظيم انا اصلا كنت بحب المدرسه قوي طول حياتي بحب المدرسه لان انا اصلا بروح اتبسط ومسيطر على الناس والمدرسين بيخافوا مني بيخافوا مني ويخسروا الفريق فكنت لا وبلعب كوره وبنات وكده فلا ومزيكا يعني انا اوضه المزيكا دي كانت يعني فقره رئيسيه في يومي في المدرسه انتوا شكلكم كنتوا مدارس حكومه؟ انت حكومه انت خاص انت شعرك خاص والله انت حكومه انا عارفك انت واحده الشعر الاسود ده انت طبعا طب انتوا اخر حفله عملتوها اعلنتوا عن الحفله قبلها بيومين ما قلقتوش ما حسيتوش انه ايه ده لا احنا لسه قايلين النهارده وبكره طب ما ممكن ما حدش يجي لنا طبعا ده مع انه يعني ما شاء الله ما شاء الله شفت بعيني ما حدش قال لي يعني جمهور النادي الاهلي ما يجيش فيهم حاجه جمهور نادي الزمالك ما يعملش معاهم حاجه وفي كميه صويت ما شاء الله رهيبه في باور انا ما شفتوش في حته قبل كده فيعني ربنا يزيد ويبارك هي شيماء جت لنا في الحفله يعني كانت مفاجاه حلوه قوي قوي للناس كمان الناس اتبسطت قوي 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 ان شيماء وهنا جم الحفله ف
كل المنظمين وكل كانت معموله في مول كبير. اداره المول قالت لنا اجلوا اسبوع بلاش عشان 48 ساعه ده مده قليله، واكبر مغنيين لما بييجوا يعملوا بيعلنوا قبلها باسبوع او اقل حاجه عشان الناس تعرف ان في حفله ونحل ونحط اعلانات في المول انه في حفله وكده. فحتى هم اتخضوا يعني الحمد لله. انت شفتي الحمد لله ما كانش في اماكن خالص. اه طب تعالوا نشوف بقى احنا ايه اللي حصل في الحفله عشان تنبسطوا زي ما احنا كمان انبسطنا. عندنا ضيوف. لا ده انتوا تنورونا بقى. تعالي تعالي عامل له مفاجاه 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 مفاجاه. شوشو. ايه شوشو ده؟ ايه ده؟ ده حب بقى، ده كده حب. متهيألي شيماء ليها جمهور جامد قوي ورا. تحبوا تسمعوا حاجة؟ اه ارسم قلب. احنا غنينا ارسم قلب تاني. يا جماعة دي عندها الطفلة دي تايهة من مين يا جماعة؟ الطفلة دي تايهة من مين؟ ها؟ طب ممكن يا جماعة معلش نغني ارسم قلب تاني عشان شيماء وهنا، بس تغنوا معانا عشان كده كده بقى ايه محمد فؤاد ومحمد جمال. صح كده. يلا ارسم قلب وضحك على الشبابيك، مفتاح باب الدنيا خدك مني. افرح غني اسمع مني جنب قلبك النور مخلوق. ارسم قلب وضحك على الشبابيك، مفتاح باب الدنيا وصادك من كيك. افرح غني اسمع مني جمد قلبك النور مخلوق لعيني. يلا سولو. قلب ما بيعرفش يكره حد تاني، قلب بيفكر في غيره، قلب بيبان اللي حسه من عينه، قلب هادي قلب راضي مهما دنيا تكون. وارسم قلب وضحك على الشبابيك، مفتاح باب الدنيا وصادة بالكيك. افرح غني اسمع مني جمد قلبك النور مخلوق لعينيك. برافو. لا نسمع لهم سقفة جامدة، سقفة جامدة. ايه ده؟ برافو برافو. ودي كانت من احلى الاوقات اللي انا قضيتها في حياتي. احساس المسرح مختلف، ولما تبقى مع بجد ناس انت بتحبها فكان الموضوع مختلف جدا. والفانز بتوعكم بجد بجد جامدين اخر حاجه، وبيحبوا اي حد انتوا بتحبوه، فميرسي لكميه الحب اللي هم ادوها لي بجد. يا شوشو والله يعني هم شويه الاخرانيين اللي حصل فيهم كالاتي. احنا غنينا والفانز حبونا تمام زي الفل، ففجأة لقيتهم بيقولوا يلا عشان هنجري. طب ليه نجري؟ ما احنا ممكن نمشي. فلا فجأة لقيت ايه البنات بتحدف نفسها زي ما يكون في زلزال وقالوا لهم في حريقة وهتموتوا. ففجأة في بنات بترمي نفسها، في واحدة لقيتها شلتها من على دماغي. فأنا مش فاهمة ليه يعني. ويا شاب يا لو ليه يا حبيبتي ليه؟ وفي واحد كان شبه يا عيني الكانجرو. كان في زمان كان في نقار الخشب، كان في كرتون، في واحد بيجري برجله. أيوة بس حبيبي. فكان في واحد بيجري ماسك لوحه كده. اه يا حبيبي انا جايب لك دي، انا جايب لك، خدها مني. فيعني راح هشام وقفنا بالعربيه اللي كانت بتجري، وهو بيجري بنفس سرعه العربيه عشان يديله. فوقفنا هشام وخد منه اللوحه. ففجاه كانوا في هجوم تاني، بس طبعا ده كله حب وربنا يزيد ويبارك. العربيه دي جولف كار اللي هي المفروض بتشيل ثلاث بني ادمين. فاحنا كت علينا واحنا بننزل، ابتدت الناس تنط من على السور.
كت على ايه بقى؟ ده على حجر السواق محمد ولا حجر السواق وانا اقسم بالله قاعد على ماشي خلاص ومحمد جمال متشعل ورا تباع وهنا وشيماء قاعدين في المكانين اللي ينفع وانا على حجر شيماء ايوه والله طب قولوا لي بقى في بدايه البند دايما اول حاجه في البدايه ما بنبقاش عارفين لسه الحاجه دي ناجحه ولا مش هتنجح ولا الولاد دي لسه صغيرين بيفكروا في ايه اكيد زي ما في ناس شجعتكم في ناس وقفت ضدكم وقعدوا يقولوا لكم ايه اللي انتوا بتفكروا فيه كده قولوا لي مين عمل كده ومين عمل كده مين شجعكم ومين ما كانش مرحب بالفكره والله 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 العظيم مش كلام بس انا بجد مش فاكر حد ما شجعش او يمكن اللي ما بيشجعش ما بيقولناش في وشنا اللي شجعوا الحمد لله ناس كتير وعشان يعني يمكن فرصه حلوه ان الواحد يديهم حقهم كل الناس اللي بتشتغل معانا احنا كل الاغاني اللي بنعملها تقريبا كلها كلمات امير طعيمه الحاني توزيع مادي مهندس صوت خالد السند دول الناس اللي بتعمل الاوديو طول الوقت تحيه كبيره ليهم كلهم يعني بحبهم جدا بالذات 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 امير طعيمه امير عايز اقول لك انه لحد اللحظه اللي انا بكلمك فيها دي لحد ما ابتدينا لحد النهارده امير عمره ما خد مننا ولا جنيه على كلام اغنيه هو خدها مع ان امير ده اغلى شاعر بيكتب اغاني في مصر صح هو عشان هو مصدق فيا وفي الفكره وفي الباند وعشان هو راجل مش طول الوقت بيفكر في الماده عشان هو بجد فنان وهو بجد حاسس انه هنا في حاجه مختلفه فبالذات امير انا بقول له شكرا لان هو فعلا انا لو مكانه بصراحه ممكن جدا ما كنتش اعمل كده هو مش محتاج ابدا يعمل ده صح فبشكر امير احنا كمان وطبعا طبعا طبعا حبيبتي بعد امير دنيا سمير غانم عشان دنيا من اول ما كنت قبل ما انا كنت هغني في الباند كانت بتسمع الاغاني بتيجي تفضل تقول لي الاغنيه دي حلوه قوي الفكره دي مش عارف ايه ومره جت قبل ما ابقى هغني في الباند سمعت اغنيه اللي هي اغنيه المصالح قالت لي الاغنيه دي حلوه قوي انا عايزه اغنيها مع الباند الله. لما تيجوا تعملوها انا عايز اعملها معاهم دوات فقلت لها طبعا يعني انت هتدي زقه جامده جدا صح. جدا للباند ان هم في الاول خالص كده يعملوا دوات مع اسم كبير زيك فده هيخلي الناس تعرفهم اسرع ففعلا اول لما عملنا الباند عملنا معاها اغنيه المصالح والحمد لله يمكن هي من اكتر الاغاني اللي عملت فيوز عندنا بسبب دنيا طبعا تحيه كبيره لدودي العسل القمر طيب بمناسبة الدنيا وبمناسبة الأغنية الحلوة دي ممكن تسمعوها لنا؟ ولا نسمع حاجة من اللي أنا عاملهم لدنيا؟ طب يلا يا ريت بتحبي إيه طب أنت في ألبوم دنيا؟ بحب كل أغاني دنيا إيه بحب إيه؟ الصحاب؟ قصة شتا؟ ها؟ قصة شتا نقول قصة شتا؟ يلا قصة شتا نزلت من البيت في المطر وما همهاش برد الشتا تيرارارارا تارارا بقاله كم يوم مختفي مش فاهمة ليه بيعمل كده تيرارارارا تارارا نزلت وراحت على مكان كانوا في تملي بيسهروا أول ما شافها في كلامه بان إن مشاعره تغيروا الكلام ما كانتش عارفة تجمعه متفاجأة بيه مذهولة قاعدة بتسمعه أصل الكلام ده بيبقى دايما آخره بعد فعلا أوام ظنونها جت في محلاه ورفع عيني وبأسوى وبرود قال لها معلش آسف احنا لازم ننسى بعض الله